كنشكر بزاف الحمريانا حيت هما احتفلوا برمضان وعملنا لنا واحد الفطور اللي تجمعوا فيه الصحابات والصحاب. واش هي اكثر حاجه عجبتك في هذا الزواق؟ هادشي ما كانش في كورونا عملنا وتجمعنا كاملين حيت في كورونا كانوا ممنوع التجمعات وداكشي. كيفاش كانت زوينه؟ شنو عجبك فيها؟ كل العواول زوينه والحفله بزوينه. انت اللي ساكنه هنايا؟ لا. وهادشي كيف الحومه ديالكم؟ لا. كنتي تشوفوا هنايا؟ اه. السلام عليكم، الاسم ديالي يوسف سلامه، واحد من شباب حي العزيفات. كيعجبني النشاط، كيعجبني نخلق مبادرات داخل الحي ديالي. اليوم ارتئيس انني ننظم واحد الحفل الافطار على شرف ساكنه الحي وشباب الحي وصغار الحي. المهم الدعوه يعني كانت مفتوحه عامه، وكنشكر جميع الشباب اللي ساعدوا معنا في التزيين ديال الحي وتنظيف الحي، وكنشكر ايضا السلطات اللي عطاتنا الترخيص اننا نعملوا مثل هذه الانشطه المبادرات. الهدف من هذه المبادره كان هو اننا نصلوا الرحيم بين الناس، خصوصا ان الجاليه دابا جا هذا العام عندنا الحي ديالنا بعد مده بسبب كورونا. خلقنا هذا الحدث هذا باش الناس يشوفوا الاجواء اللي كانوا كيف تقضوها سنوات هذه. مثل هذه المبادرات على يد جميع الاحياء الشعبيه الحمد لله كل عام كتقام، ودائما الناس كيرحبوا بها وكيعجبوا الناس كبارين خصوصا الاطفال الصغارين كيعجبوا المبادرات بحال هذيك. شوفوا الشباب مجموعين مع بعضيش. طبعا كنا كنتمنوا ان المبادره تكون اجمل من هيدا، تكون شويه الاناشيد شويه وكذا، ولكن بسبب يعني عدم مساعده مجموعه ديال العوامل يعني اللي خلات النشاط يكون هيدا متواضع. ان شاء الله في النسخ القادمه تكون ان شاء الله احسن وافضل من هذه. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في الحي العزيفات، معكم عمر الحداد ابناء هذا الحي هذا. حنا اليوم عندنا فطور جماعي اللي كيكرس التقاليد المغربيه قديمه في هذا الشهر الفضيل. كنتمنوا رمضان مبارك وان شاء الله عواش مبروك على الجميع. لا اش مي كنكون انا ماشي لحد انا كنديروا الحفله. وشنو اليوم عجبك هادشي اللي تعمل في الحومه ديالكم؟ اه شنو عمل لكم اليوم في الحومه؟ كيديروا لنا داروا لنا شي نفخه تماك، كيبقاو يديروا نفخات غير هنايا وعاد هاد الذكر كيبقاو يجيو هنايا يجلسوا. صوت خمسة. خمسة اليوم عاد تشطات. اه برافو. شنو اسمك؟ إسراء. ها وشنو اليوم كتعملوا؟ اليوم تجمعنا باش غادي تجمعنا بالحفلة د رمضان. حفلة د رمضان؟ شنو اللي عجبك في الحفلة د رمضان؟ الأجواء كتجي مزيونة. باش هاد الأجواء شنو باش كتفكرك هاد الأجواء؟ برمضان بالخير بكلشي. شكرا بزاف على المبادرة هادي، الجيران ديالنا، وكنشكر الأخ يوسف اللي كيساهم في هاد الحومة ديالنا وكيشرفنا كيشرف الجيران ديالنا ووليداتنا، وبارك الله فيهم الله يجازيهم وهاد المحسنين جميعا. الأعياد تكازو شحال هادي تبارك الله من الصغر ديالي أنا ما شاء الله، واخا كنت عايشة ببادية ولكن كانت عندنا واحد الحماس ما شاء الله ديال الأعياد ديال العواشات. حيوتنا هادشي للأجداد ديالنا والأطفال ديالنا إن شاء الله يفرحوا إن شاء الله. شكرا بارك. كنقدم لكم الناس العزيفات كما كتشوفوا العواشر كي الدراري كيدعموا كيعملوا فطور العواو صغارين، وكما كتشوفوا فطور جماعي من مناسبه العواشر، وكتشوف الناس كاملين مجموعين والعواو الصغارين مجموعين والناس كاملين مسجمين مع بعضياتهم فرحانين، يعني كتفرح تاتينا فحال كيكونوا فرحانين الجامع. شكرا الدراري الحومه اللي كيساهموا بهذا الشيء هذا كامل، والله العظيم زعما قليل فين كتشوف الاحياء بحال هيدا. شكرا بزاف للاخ يوسف سلامه
والله العظيم والدراري الحومة الحمد لله اللمة دائما مجموعة بخير وشكرا بزاف الدراري الحومة مرحبا بكم عندنا شكرا ان شاء الله كنتمنى هذا الشيء دائما الحمد لله دائما والله العظيم دائما هذا الشيء هذا وشكرا بزاف بسم الله الرحمن الرحيم هذه المبادرة هذه ديال الإفطار الجماعي دأب سكان الحي وبالخصوص مع الشباب على تنظيمها كل رمضان مبارك كتكون عبارة عن مبادرات فردية أو مجموعة من الأشخاص يعني خارج كتكون أحيانا مؤطرة داخل جمعية منظمة مثلا الآن يعني كنشوفوها أحيانا أخرى أنها كتكون مجرد مبادرات عفوية الهدف منها هو هذا الاحتفاء بهذا الشهر الكريم وخصوصا كتكون الاحتفاء موجه للأطفال كما كتلاحظوا أنك احتفل بهذ الأطفال خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.